عاوزين نشوف الورل بقى خف ولا لسه. كين الورل ده اللي ما كانش بياكل، شايفين صوته؟ عايزين نتكلم على اللوسيستيك بول بايثون. اللوسيستيك بول بايثون اللي هو التعبان، البول بايثون الابيض خالص ما فيهوش حاجه. انا حاولت اعرف يعني ايه لوسيستيك، لان اللوسيستيك دي كلمه غريبه عليا، عشان اشرحها لكم ودخلت على جوجل وكتبت لوسيستيك، اكتشفت ان اللوسيستيك دي اصلا كلمه مش انجليزي، دي كلمه لاتيني تعني عدم وجود ابيض خالص. العلم الكلمه دي زولوجيكال، يعني ما بتستخدمش غير في مجال الزولوجي، وما ابتدوش يستخدموها اصلا غير من 50 سنه، قبل كده ما كانتش بتستخدم اصلا. اللوسيستيك بول بايثون تعبان بالذات في البول بايثون، يعني اللوسيستيك ده موجود في حيوانات كتيره. في فرق طبعا بين اللوسيستيك وبين الالباينو وبين الاميلانيستيك وبين التي بوزيتيف البينو، هنتكلم فيهم في فيديوهات بعد كده. عشان تعمل لوسيستيك بول بايثون او تعبان ابيض خالص ما فيهوش اي باترن وما فيهوش اي لون، ممكن تعمله من كذا طريق بالذات في البول بايثون. يا رب في الفيديو افتكر كل الطرق اللي ممكن نعمل بيها لوسيستيك بول بايثون، زي مثلا الموهافي بول بايثون، الباتر بول بايثون، او اللاسر بول بايثون، او ايه تاني، فانتوم بول بايثون، الفاير بول بايثون، الروسو بول بايثون. كل دول انواع السوبر فورم بتاعها بيعمل لوسيستيك او وايت لوسيستيك بول بايثون. طبعا الحاجات دي احط صور ليها، بس انا يعني صعب جدا لواحد مبتدئ يعرف ايه الفرق بين الالوان دي، لان الالوان دي كلها يدوبك جريدز بسيطة من الالوان. بتمشي ازاي بقى؟ انت تجيب موهافي بول بايثون وتجوزه الموهافي بول بايثون، يدي لك بلو ايد لوسيستيك بول بايثون. خلينا نقول في الاول ان اللوسيستيك بول بايثون في نوعين، البلاك ايد لوسيستيك بول بايثون والبلو ايد لوسيستيك بول بايثون والريد اي. الريد اي دي طفره تانية خالص، انك بتحط عليها الالبينو بتبقى ريد اي، انما هي في الاصل بلاك ايد بول بايثون، بلاك ايد لوسيستيك بول بايثون، او بلو ايد لوسيستيك بول بايثون. البلو ايد لوسيستيك بول بايثون واللي هو الاكثر انتشارا، ممكن تجوز موهافي، الموهافي يديك بلو اي لوسيستيك بول بايثون، ممكن تجوز باتر لباتر يديك بلو اي لوسيستيك بول بايثون، ممكن تجوز لسر للسر يديك بلو اي لوسيستيك بول بايثون، تجوز روسو لروسو يدي لك هو بيقولوا عليها وايت دايموند، بس هي برضو بلو اي لوسيستيك بول بايثون. الاغرب والاغرب كمان ان انت لو جوزت باتر لموهافي يدي لك بلو اي لوسيستيك بول بايثون، لو جوزت لسر لموهافي يدي لك بلو ايد لوسيستيك بول بايثون. يعني لو جوزت اي واحد من البلو ايد للبلو ايد يدي لك بلو ايد لوسيستيك بول بايثون، ما عدا الفانتوم لو جوزته الموهافي بيدي لك حاجه ثانيه خالص. الحاجة التانية او المرحلة التانية اللي هي البلاك ايد لوسيستيك بول بايثون. البلاك ايد لوسيستيك بول بايثون هو ناتج تجاوز 2 فاير. الفاير ده جين بينظف برضو الجسم بتاع البول بايثون. لما بتجوز فاير لفاير بيديلك حاجة اسمها بلاك ايد لوسيستيك بول بايثون، يعني تعبان ابيض خالص
بس عينيه سودة والنني او البؤبؤ بتاعه لونه احمر. ده الحاجة الوحيدة اللي بتعمل بلاك ايد لوسيستيك بول بايثون. البلاك ايد لوسيستيك بول بايثون فيه جريدز، يعني لما تجوز فاير لفاير ممكن يديلك تعبان ابيض خالص ومفهوش وعينه سودة ومفهوش اي لون تاني، ممكن يديلك ابيض خالص بس فيه نقطة او نقطتين صفرة، ده بيبقى اقل قيمة شوية. الاغرب بقى ان هو ساعات بيديلك زي بوتش كبيرة صفرة على جسم البول بايثون. البوتش الكبيرة الصفرة دي بتبقى حاجة مطلوبة والناس كلها بتحبها. فالتعبان البلاك ايد لوسيستيك بول بايثون او السوبر فاير لما يكون في بوتش صفرة كبيرة بيبقى تعبانه اغلى. طبعا هي شغلانة كبيرة عشان نبتدي نجمعها، بس في الاخر ممكن نراب اب الموضوع، فان انت لو عندك موهافي، لو عندك ليسر، لو عندك باتر، كل دول السوبر فورم بتاعتهم، يعني سوبر موهافي، سوبر ليسر، سوبر باتر، سوبر فاير، كل دول تعبان ابيض خالص ما فيهوش اي الوان، سوبر فانتوم. وانا مش عارف بقى في بقيه الفيديو هنحط صور لنفس التعبين، لان كل السوبر فورمز هي عباره عن تعبان ابيض، حتى لو حطيته مع الجينات التانية مش هيتغير شكله لان هو تعبان ابيض. شكرا، نشوفكم في فيديوهات تانية عن البول بايثون. لو حد عاوز نتكلم على جين معين في البول بايثون ياريت يبعت لي ويكتب لي تحت في الكومنتس. شباب، طلب سريع على الماشي كده، اللي عنده كلبة جولدن ريتريفر عاوزين نجوزها لبوبي. بوبي هو الكلب بتاع واحد صاحبي وخلاص، يعني هيتجوز على روحه لدرجة هو بيتجوز السجادة اللي عندهم في البيت. فياريت اللي عنده فيميل او نتاية جولدن ريتريفر عاوز يجوزها يبعتلي في الكومنتس اي ديتيلز اعرف اتواصل معاه. وياريت صاحب الكلب بيفضل اللي هي تكون لونها ابيض زيه كده او كريمي فاتح جدا، يعني